وايضا ما زلنا نتحدث مع الزميل الصحفي الرياضي محمد كركي. مساء الخير مره جديده. يعني الان المنتخب اللبناني يعني يدخل غدا مباراه مع المنتخب العراقي، يعني ما هو المطلوب من اللاعبين الان؟ صراحه المطلوب من اللاعبين يعني بعض المعلومات تتحدث عن ان اللاعبين ليسوا يعني ملتزمين بشكل كامل بمفروض أن يلتزموا به. على العموم يعني هاي معلوماتك، ما بعرف معلوماتي على العموم مش حاول شو خلاص. على العموم نحن نتمنى يعني من اللاعبين غدا يعني برغم أن نتحدث عن واقع أليم في البلد وغيره ينظروا إلى النصف المملوء من الكوب الجمهور الذي يعني أنا أعرف أناس قادمين من الكويت غدا فقط مشاهدة مباراة ومن ثم العودة إلى أعمالهم وأشغالهم، يفكروا بهذا الذي لا يملك المال ويريد أن يأتي من عكار من أقصى الجنوب من البقاع من بعلبك من غيره من الجبل من بيروت، يفكروا بهؤلاء الناس، يفكروا أيضا بالمغتربين. شوف الحب قديش يتفاعل المغترب في أستراليا وأمريكا وغيره في كل العالم، يلعبوا لهؤلاء، يلعبوا فقط للبنان، يتعاونوا، ليس المهم أن يسجل غدار أم محمد علي خان أم أي شخص، نحن في حال فزنا سيتأهل الجميع، منتخب لبنان، لا يكون هناك أنانية، الجميع يلعب بطريقة جماعية، يلعب للمنتخب اللبناني، وإن شاء الله يسجلهم في حالهم يعني صراحة، مطلوب منهم بذل الانتباه أكثر، الكل الالتزام في مركزه، تطبيق تعليمات المدرب، لأنه صراحة أي تساهل أي تقاعس بغدا ستنعكس نتيجة سلبية على المنتخب، وخاصة أن على المفارق في كتير ناس ناطرين. محمد، الكرة الأفريقية العربية تحديديا كرة شمال أفريقيا أمل التأهل للمونديال أصبح محصور ربما فقط بالمنتخب الجزائري اللي حواجه منتخب بوركينا فاسو، صح، ولكن المنتخب التونسي كانت كل الأمل موجودة امام الكاميرون. يعني الكاميرون حتى برغم ان هناك صعب. مشكله سمعت يعني بين يعني الكاميرون اشرك لاعب ما ادري بغض النظر، لكن الان النتيجه كانت صعبه امام الكاميرون، وايضا المنتخب التونسي نسور قرطاج لم يسعفهم الحظ في التاهل الى المونديال. الان التعويل على المنتخب الجزائري في ظل منتخب مصر الذي ايضا يعني تلقى هزيمه كبيره جدا، هذه مفاجاه صراحه كانت اول منتخب المصري، وانا موجه تحيه هناك العديد من المشاهدين الان يعني يتابعون برنامجك استاذ مازن. منتخب مصر طالما يعني كان نكهه الكره الافريقيه لديه باع على كل المنتخبات، صحيح، في افريقيا تفاجانا صراحه. لكن المنتخب منتخب غانا متطور، انت شاهد من كاس العالم للشباب منتخب غانا منذ مده للناشئين وغيره، منتخب المنتخبات الأفريقية تطورت خاصة غانا نيجيريا الكاميرون، لكن ما لم يكن مقبول هو هذه الخسارة الكبيرة الثقيلة للمنتخب المصري. لكن المنتخب المصري بحاجة إلى 6 أهداف نظيفة ليتأهل، وهذا شيء صعب. يعني طالما هناك لديك 90 دقيقة وأكثر ليس هناك شيء مستحيل، ليس يعني مستحيل، الأمور صعبة جدا، لكن أمالك ما زال موجودة. يشابه موضوع المنتخب الأردني الذي تلقى أيضا خماسية من الأوروغواي، الآن سيذهب إلى الأوروغواي ليلعب مع المنتخب، أيضا بحاجة إلى كمية كبيرة من الأهداف، يعني صعبة جدا أمام منتخب مثل الأوروغواي. صراحة هلا إذا وضعنا مصر وغانا في كفة الأمور مرجحة، ربما مرجحة لمصر ربما، لكن مع الأوروغواي الأوروغواي يعني والأردن صراحة أنا برأيي هنا يعني وجه تحية لزميلنا مدير مكتبنا الزميل محمود ديباجة أحمد، يعني يكونوا موجودين غدا في مباراة لبنان، كنا نتحدث الأمور واقعية، كرة أمريكا الجنوبية وكرة آسيا، وأنت تلعب مع أوروغواي أول من فاز بكأس العالم، وأوروغواي لاعبين يلعبون في باريس سان جيرمان ويلعبون في بيونس آيرس، ويعني شوف بيسووا بالأرجنتين، وأيضا في الماراكانا أمام البرازيل، قاهرين البرازيل وقاهرين الأرجنتين الأوروغواي، فصراحة الفارق كبير، وكما أسلفت يعني اللاعبين أين يلعبوا وما لدينا. لكن صراحة كي لا نظلم منتخب النشامة، الأهداف كانت بأخطاء يعني ساذجة، لا تحتاج إلى هذه الأخطاء، ربما الشد العضلي الضغط الكبير، اللاعب العربي مش متعود، اللاعب العربي الأوروغواي يقول لك أو ينام وتقول له سنذهب إلى كأس العالم، يمكن ما بينام ما نايمين كاينين الشباب، أنا برأيي هيك ضغط المباريات الأعصاب البعد في المستوى كله أثر صراحة. يعني الآن منتخب الجزائر أيضا يعني عليه أمل في التأهل إلى كأس العالم، أنا أعتقد الجزائر راح أقرب، سيمر الجزائر أنا أتصور، والبارحة كنت يعني أتحدث مع زميل في الجزائر منتخب بوركينا فاسو سينزل في فندق يعني قريب من حي شعبي،
فقال لي ما راح يناموا يعني حي الاولى حياته. هم اختاروا هذا الفندق في حي شعبي فما اعرف صراحه يعني، ولكن يعني ده يجب ان يتساهل المنتخب الجزائري. بوركينا فاسو ايضا يعني كرة متطورة، لكن أمال المنتخب الجزائري أكبر من المنتخبات الأخرى. فاجأنا صراحة منتخب تونس يعني، لكن أيضا بواقعية تونس اليوم على الصعيد السياسي تعاني وينعكس سلبا كله على المغرب أيضا يعني، الذي كان موجود في السنوات السابقة في المونديال أيضا يغيب منتخب المغربي يعني. نحن تأملنا في الربيع العربي أو ما يحكي عن الربيع العربي، لأنه هناك البعض يرفض هذه المقولة، هو خريف أو شتاء لا أدري، لا أدخل في نحن نعيش الخريف الكروي. كنا نتأمل أن يكون هناك يعني في مصر، أن نتأمل أن ينعكس إيجابي أيضا في تونس، في الكثير من البلدان، لكن يبدو أن انعكاس كل الأمور السياسية على واقع العموم يعني. محمد، هذا الموضوع يعني انتهى الآن، موضوع الكرة العربية. نعم.